صباح النور وسيم. البداية في الراوند اب باش تكون بالشأن الاقتصادي، وين أكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين تويتي في تصريح للزميلة رانيا رزيق خلال لقاء إعلامي حول مستجدات الأسواق وأهم التغيرات وأهم الاستعدادات لتأمين المواسم الاستهلاكية المقبلة على مستوى التزويد والأسعار، أنه رغم النقص الحاصل في اللحوم الحمراء إلا أنه تم توريد 1840 طن من اللحوم تم توجيهها للقطاع السياحي. بالنسبة للحوم الحمراء والأسماك، بالرغم اللي فما معناها نقص هيكلي على مستوى الانتاج نتاع اللحوم الحمراء، الا انه مستويات العرض كانت في السوق معناها عاديه وما فماش نقص في الماده هذه، وكنا ايضا دعم التزويد بالماده هذه ومعالجه النقص الهيكلي في الانتاج. كنا رخصنا في توريد تقريبا 1840 طن من لحوم الابقار والاغنام المجمده، هذه اللي مشيت معناها للقطاع السياحي لمجابهه الطلب الاضافي، مما خلى يعني وضعيه السوق على مستوى التزويد تكون معناها وضعيه طبيعيه. وأكد تويتي أن تخزين مادة البطاطا العام هذا شهد ارتفاع في أكثر من العام الفارط بنسبة 32% لمجابهة الطلب، وذلك كما قلت خلال نقطة إعلامية نظمتها وزارة التجارة البارح حول مستجدات الأسواق وأهم الاستعدادات لتأمين الموسم الاستهلاكي المقبل. بالنسبة لمادة البطاطا تم تكوين معناها مخزون تعديلي ب 20800 طن تقريبا، هذا اللي باش نجابوا به فترة نتاع تقاطع الفصول، وباش ينطلق يعني ان شاء الله التوزيع نتاعو خلال الفترة القادمة لدعم العرض بالمادة هذه. تقريبا 12.5 ألف طن من لحوم الدواجن. الفترة الفارطة أيضا تقريبا كنا في مستوى 5900 طن من شرائح ديك الرومي، والفترة القادمة باش نحاولوا نعزوا العرض هذايا إلى 6500 طن باش نزيدوا نعطيه أكثر أريحية للسوق. ومادة البيض تقريبا أمننا المعادلات العادية أو أكثر، يعني في حدود 155 مليون بيضة إلى 158 مليون بيضة، وهذا خلى معنا انتظامية تزود بالمواد هذه. من جهته أفاد مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة الأزهر بنور أن تونس باش تكون متموقعة في سلاسل القيمة الإفريقية من خلال تنوع الصناعات التونسية. تونس بدأت تستفيد من هذه الاتفاقية، تونس بدأت تتصدر في إطار هذه الاتفاقية، وتونس ستكون متموقعة في سلاسل القيمة الإفريقية. الاستراتيجية الإفريقية على مستوى الأمانة العامة للاتفاقية هذه هي ما يسمى بخلق سوق مندمجة، سوق موحدة إفريقية، والسوق الموحدة تنبني كذلك على سياسة صناعية لتصنيع القارة. تعرفوا القارة الإفريقية لم تشهد ثورة صناعية، القارة يعني في طور البناء، وطور البناء بما أنه عندنا تونس عندنا سبق تنافسي، عندنا نواة كبيرة من الصناعات في كافة المجالات تخلينا نتموقع بأريحية في سلاسل القيمة الإفريقية. شو كما شفتوا نتائج التجارة الخارجية أعطت أنه قرابة 50% من الصادرات التونسية هي من مكونات السيارات والصناعات الميكانيكية والكهربائية. هنالك استراتيجية إفريقية تتقاطع مع واقعنا في التجارة الخارجية، وهي صناعة أول سيارة إفريقية في غضون 2030، والمكونات التونسية والسيارة التونسية ستكون لاعب أساسي في سلاسل القيمة الإفريقية. وضح الأزهر بنور أن الممر التونسي الليبي باش يكون بمثابة بعد استراتيجي للقارة السمراء، مضيفا أن تونس تعد بوابة للمستثمرين للولوج للسوق الإفريقي. هناك على مستوى القارة 5 ممرات رسميا، الممر التونسي سيكون السادس، الممر التونسي الليبي نأكد عليه سيكون السادس. كان فما خبراء من الأمانة العامة جاءوا زاروا معبر راس الجدير، زاروا حزوة، زاروا جرجيس، زاروا رادس، وعرفوا قيمة تونس وعرفوا الإرادة الراسخة من السلطات التونسية لتركيز هذا الممر، لأنه بعد استراتيجي ليس لتونس فقط لكن للقارة الكل. ونعاود نقول كل الشركاء التجاريين والاقتصاديين من يريد أن يتعامل اقتصاديا مع تونس يستثمر في تونس، يخلق الثروة، يخلق القيمة المضافة، هنالك سوق مع تونس اسمها إفريقيا. اقتصاديا دائما، وين أكد الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس أن الإجراءات البيروقراطية وعدم التناغم في القرارات بين الوزارات عطلت استخراج المواد الأولية لمصنعي مواد التجميل من الميناء.
المؤسسات نتاع مواد التجميل، مصنعين مواد التجميل واقفين ما يخدموش، ماتير بريمير نتاعهم موجوده محطوطه في البورت ما تنجمش تدخل. علاش؟ على خاطر واقف على ورقه، الورقه هذه تخرج من وزاره الصحه، وزاره الصحه قالت انا ما عادش تهمني الورقه هذيك، وانا عملت بلاغ وما لازمنيش نعطيك فيها ورقه. الديوان تقول لك لا انا عندي قانون يضبطني، انا ما نجم نخرجها لك كان بالورقه. تقول له هات نكلموهم، يقول لك لا ما نكلمهمش وما عنديش بهم حتى علاقه، انا عندي اجراءاتي، هو عنده اجراءاته. المواد اللي واقفه في البورت هذه قابله للتلف، توفى للدات نتاعها. وحاجه اخرى، في الشركات هذوما اللي جايبين الماتير بريمير فما واحده تعيش في ازمه ماليه، وبدات من الجمعه اللي فاتت، دونك بدات القضايا نتاع البنوك وبدات الليزينغ وصاي. في الشأن الفلاحي، وين أفاد والي توزر محمد أيمن البجاوي في تصريح لإذاعة قفصة أنه الإجراءات الاستثنائية اللي أقرتها مؤخرا وزارة الفلاحة باش تساعد الفلاحين بالجهة على تغطية تكاليف الإنتاج مع وجود مؤشرات بصابة جيدة العام هذا، مشيرا إلى أن الجهة تنتج سنويا تقريب 69 ألف طن من التمور وتضم 24 شركة مختصة في التصدير. ولاية توزر تنتج في 69 ألف طن فاصل 2، فيها قرابة تمثل 21% من التصدير الوطني، فيها شركات التصدير وهي فيها قرابة 24 شركة اللي مخصصة في التصدير الكل، وقاعدة تتشغل في قطاع التمور 6500 موطن شغل. اليوم الأهم شيء هو أنه كيفية وجود الإشكال مع الفلاح، بين الفلاح والمصدر لبيع الصابة بثمن يساعد الفلاح واللي خاصة يغطي له المصاريف، لكن في نفس الوقت الفلاح يشوف انه سعر البيع اللي قاعد يصير ما يغطيلوش المصاريف. وهذا ان شاء الله باش يكون فما طرق جديدة لاحتساب السعر المرجعي، وهذا اقرته وزارة الفلاحة. كذلك حاولنا انه تكون كذلك اجراءات استثنائية لموسم استثنائي، خاصة انه يبشر بكل خير. المتخصصة في شأن الفلاحي أنيسة بريانة يأكد خلال حضوره في برنامج إكسبريسو ويكاند أن التراجع المسجل في كميات الحليب المجمعة وفي المخزون الاستراتيجي فسر بسنوات الجفاف اللي عاشتها تونس وبالتأثيرات الخارجية على أسعار العلف، داعيا إلى وضع برنامج في السياق هذا لتفادي فقدان المادة من الأسواق. فما تراجع متاع الكميات المجمعة بـ 4.1% بالمقارنة بالسبع شهور الأولى متاع 2022، جمعنا 497 مليون لتر، وقت اللي عملناه في نفس الفترة سبع شهور جمعنا 519 مليون لتر، المخزون في آخر جويليا كان بـ 31.7 مليون لتر، وتراجع بـ 7.8 في نفس الفترة من 2022. هنا نجموا كمان نشوفوا نكونوا موضوعيين، حاجة تسمى طبيعية بعد أربع سنوات جفاف متتالية، الأعلاف ما فماش، وأثر زاد على الكلفة، يلزمنا نقرأوا روايحنا للمستقبل وخاصة المستقبل القريب. برشا يخوف يقول لك يمكن الحليب ينقص توا، ينجم ينقص، ما لازم نتعاملوا معاه. هنا يلزمنا نعملوا على تكوين مخزون جديد، زاد يلزم برنامج كبير نتاع تربيه الاراخي كما تعمل في التسعينات وغيره، سواء اراخي للمربيات محليين، والا زاد حتى برنامج توريد مكثف القريب العاجل باش ما نتيحوش في الايريبتور. كيف كيف بالنسبه للعجول نتاع التسمين. نحكيو سياسة توا، وين أكد النائب بالبرلمان عن كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات وقت اللي حذر البارح في برنامج الإكسبريس أن الحركة تطالب القضاء بالإسراع في النظر في ملف الموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة، إما بتبرئتهم أو بإدانتهم. هذا ملف عند القضاء سياسيا لا يمكن أن أتدخل فيه. قول القضاء يجب أن يعبر على استقلاليته، ويجب أن يعبر على حياديته وعلى احترامه للإجراءات والقوانين العامة، إجراءات الإيقاف مع إجراءات المحاكمة مع إجراءات الإسراع في محاكمة الناس، إما لتبرئتهم أو لإدانتهم بأحكام. ما هي قراءة هذه التهمة؟ ما هي حجج هذه التهمة؟ لأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. أعطيني إثبات الإدانة، هذا ما طلبنا به السلطة القضائية ولا الوظيفة القضائية. وأكد عويدات رفض كتلة الخط الوطني السيادي لشطب اسم النائب سامي عبد العالي من سجل نواب الشعب، خصوصا وأنه عملية الشطب تمت على غير الصياغة القانونية والدستورية. حسب استجواب اللي صادر عن رئيس مجلس النواب الشعب يقولوا أنه غياب غير مبرر، خرج ولم يعلم مجلس النواب بخروجه، وبالتالي تسمى غياب غير مبرر لمدة شهرين. هذاك علاش حجبوا عنه الراتب، لأنه الغياب ينجم يحجب الراتب حسب النظام الداخلي. لكن بالنسبة لنا احنا، إذا كان وقع شطبه فعلا هذا أمر غير قانوني وغير دستوري، لذلك نحن نحتج على هذا ونرفض هذا. ثم كان طرق معينة لشطب
اسم نائب من سجل نواب الشعب إذا كان استقال أو إذا كان توفي أو إذا كان رفعت عنه الحصانة وصدر في شأنه حكم بيت. طالما هذا لم يحدث لا يمكن أن يشطب اسم نائب من قائمة نواب مجلس نواب الشعب. إلى شأن آخر، وين طالب الكاتب العام للجامعة التونسية للنقل العمومي غير المنتظم حلمي مصدق في تصريح خاص لإكسبريس اف ام وزارة النقل بنشر الأمر التكميلي للأمر عدد 2202 الخاص بترتيب عملية إسناد الرخص بالرائد الرسمي. فيما يخص إسناد الرخص في قطاعات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، لواج وتاكسي فردي وتاكسي سياحي ونقل جماعي ونقل ريفي، كان يتم بمنشور عدد 40 اللي تم إلغاؤه وتعويضه بمنشور عدد 201 اللي تم كذلك إلغاؤه بحكم قضائي يعني بتاريخ 22 جويلية 2021. من الوقت ذاك ما تماش قانون اللي تم اعتماده في إسناد الرخص، وسلطة الإشراف بدل العيد وقتها وكذا العبيد فرحت والعبيد عالمت المانيين اللي تمت المصادقة على القانون من قبل رئاسة الحكومة ووعدوا بنشره خلال أسبوع، ومن وقتها ما ثم حتى شيء. من واجب سلطة الإشراف معناها اللي باش تايب لهم معناها المنشور هذا ولا المرسوم هذا كذا، ومن حق الناس ومن حق المانيين باش تاخذ رخصها. معناها نجم نقول لك فما أكثر من عامين 3 سنين ما العبيد ما تمتعتش برخصها هذا حقهم، وإحنا كجامعة نساندوا الوقفة هذه. في ملف آخر، اكشف العميد بالديوانة التونسية هشام جوجة أنه استغلال وسياقة سيارة موضوعة تحت النظام التوقيفي في تونس يطلب جملة من الوثائق التي يجب الاستظهار بها، وأشار زادة إلى أنه تم سنة 2019 تنقيح قانون يتم من خلاله سماح لإخوة صاحب السيارة بسياقتها في تونس. استثناءات تعطى الأول بالنسبة للأصول والفروع، وفي 2019 قمنا بتنقيح القانون وعطينا الإمكانية بالنسبة للأخوة في سياقة سيارة. وديما نقولوا إذا هما تراخيص استثنائية، تراخيص استثنائية يكون مسبق بمطلب، المطلب صاحب الامتياز يقوم بإيداع مطلب في مكتب الإلحاق اللي هو يكون أقرب مكتب إلحاق أو شباك موحد حسب بطاقة التعريف بتاعه وحسب إقامته بالبطاقة التعريف، يكون المطلب هذا مضمن لمكتب الضبط لمكتب الديوانة، يكون معرف عليه بالإمضاء ومصحوب بالوثائق المطلوبة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية بتاعه، نسخة من شهادة تسجيل يعني كارت جريز بالنسبة للسيارة أو الشاحنة أو الدراجة النارية، نسخة من بطاقة التعريف مرتفعة بالترخيص اللي يجب يكون يا إما الأخ يا إما الابن يا إما أو الأم، ونسخة من رخصة الجوالات وإكستري دو ليسونس. في الملف التربوي، وين أكد المعتمد الأول بولاية القاسرين أحمد الحامدي أنه في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية تم اتخاذ عدة قرارات من بينها مسح المسالك الترابية من طرف مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز، والعمل على توفير الماء الصالح للشرب لكل المدارس وخاصة المدارس الريفية من خلال توفير تقريب 22 أو 20 صهريج مياه بالتعاون مع بعض الجمعيات. عن المسح المسالك الترابية من طرف مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز، العمل على تفادي عدم انتظام تزويد المدارس الابتدائية بالماء الصالح للشرب، وخاصة وأنه احنا ثم بعض المدارس اللي تعاني معناتها من نقص من ماء الصالح للشرب، احنا في إطار هذايا ولتأمين المدارس هذه لتزويدها بالماء الصالح للشرب، عندنا بعض الجمعيات اللي تعاضد في مجهودات الدولة مثل معناتها جمعية غصن الزيتون، مشكورة شبكة غصن الزيتون اللي مش توفر لنا ما يقارب على 20 صهري في بداية السنة الدراسية، وإن شاء الله ثم زيادة 40 من هنا لبداية سنة 2024. وأضاف الحامدي أنه باش يتم بالتنسيق مع مختلف المصالح تقديم مساعدات مدرسية لفائدة تلاميذ العائلات الفقيرة في الجهة. مع التضامن الاجتماعي مش نحاولوا باش نحضروا امورنا وباش نوفروا الكراس ونوفروا الميداعات ونوفروا الكتب لاولادنا باش نحضروا لهم ارضيه ينجحوا ان شاء الله وتكون ارضيه ملائمه للنجاح نتاعهم ان شاء الله. احنا مش ناخذوهم سو فورم معناتها نتاع قائمات، مش نخدموا مع المعتمديات ان شاء الله، وكل معتمديه مش نشوفوا معاها يعطونا القائمات اللي عندهم ومش نخدموا عليهم ان شاء الله. ان شاء الله وليداتنا معناتها راكم وصغيراتنا واحنا نهيئوا لهم الارضيه باش يلتحقوا بمدارسهم، ما نخلوش ان شاء الله حتى واحد باش معناتها يكون ناقص كتاب ولا كراس. نختم بتصريح لمديرة التحاليل والتجارب المقاربة بالمعهد الوطني للاستهلاك دارين الدقي اللي قالت في تصريح لقسم الأخبار أنه في إطار الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة تم البحث عن كلفة هذه العودة واللي قدرت حسب تعبيرها ب 65 دينار بالنسبة لسنة أولى ابتدائي، مشيرة إلى أن المعهد يدعو كافة التونسيين إلى اقتناء المواد المدرسية من الأماكن المراقبة والمنظمة لضمان الصحة والسلامة.
باش نشوفوا كلفه العوده المدرسيه للتلامذه نتاعنا. دونك دون سو سون شعملنا قمنا بتحديد اللوازم المدرسيه بالنسبه للكتب، خذينا ليستا من المركز الوطني البيداغوجي، وبالنسبه للكرارس دونك شفنا قائمه نتاع الكرارس بالنسبه للاقسام اللي خذيناهم واللوازم ستيل وقلم اللي لازم للتلميذ نتاعنا، ولقينا اللي هالكلفه تتراوح ما بين 65 دينار الى بالنسبه للسنه الاولى ابتدائي 240 دينار للسنه الرابعه ثانوي. مش موجود فيها طبعا المداعة محفظة، إذا كان نزيدوا الكلفة المداعة والمحفظة دونك تزيد هذايا كو هذايا يزيد يتولي من 121 دينار حتى 226 دينار. الأسوام هذوما مش الأسوام الموجودة في السوق الموازية، شفناش موجودة في السوق الموازية لكن ما رفعناش ما حطيناهاش في المعدل هذا، كذا بالنسبة إلى جودة مقبولة وأكثر المنتجات المتداولة. هذه هي وسيم أهم الأخبار والأحداث اللي صايرة في تونس في الـ24 ساعة الأخرى.